ذبحنا. قالت الأتمة ومهما طال القمع فإن هذا الشعب مهما كان فإن مصيره هو النصر. جوابت سنة كفر قلها لحاكما وجل. شهداء الخميس الدامي وكل شهداء هذه الثورة المباركة باقون في أنفسنا، فهم من ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الشعب المضحي. ها أنتم الآن أمام منزل الشهيد أحمد قطان، نبديكم بالحب إيمانا. جوابك لن ننساكم يا شهدانا، لن ننساكم لن ننساكم. نبديكم بالحب إيمانا، نبديكم بالحب إيمانا. طريق الشهداء يا وطني لك الفداء، على طريق الشهداء يا وطني لك الفداء، على طريق الشهداء. اسمع هتاف الأوفياء، على طريق الشهداء. اسمح يا طاغي وافهم، دحب الثورة لا يفهم، دحب الثورة لا يفهم.